فيها. هيا انا كسبان. تفضل على الرئيس. بسم الله. Productrice. Dans ce domaine, donc on a un centre d'élevage de poules reproductrices qui est opérationnel situé au niveau de la wilaya de Blida. تأسست بتاريخ 29 جوان 2024. الحجر الأساسي اللي وضعناه الصباح هذه اللي صومعة ندير مليون قنطار على مستوى بليدة اللي هي داخله في برنامج تاع 30 صومعة على مستوى الوطني اللي تم الانطلاق تاعها بصفه رسميه يعني بالامس بولايه معسكر. ولماذا اختيار بوليدة؟ ان بوليدة يعني ولايه محوريه، ولايه يعني اللي هي قطب فلاحي بالامتياز في كل الشعب. كان لاحظتم المحطه الثانيه هي كانت يعني مركز تاع اللحوم البيضاء والبيض اللي مجمع بلاط اللي هو عنده طابع خاص. لماذا طابع؟ هو يعني يرجع لقرار اللي خذاه السيد رئيس الجمهوريه خصوصا لولايه بليده عندما يعني اعطى التعليمه لكي نسوي كل مصانع اللي كانت يعني انجزت في الرواق اللي كان تاع الغاز. هذا ما سمح يعني نسويو 160 وحده صناعيه اللي سمحت انشاء 14000 منصب بين عامل دائم او عامل يعني غير مباشر.